تعاملت مع المرض كعدو، يا انت بتتغلب علي انا بتغلب عليك. مش نزول الشعر نهاية العالم. بنقول ما بدنا المرض يقهرنا، بدنا احنا نقهر السرطان. طفلك بيستمد قوته منك، اذا بدأتي وكنت ضعيفة طفلك رح يضعف. اصغر طفلة بنعملها زراعة في الاردن كانت هي. يعني ما في اي اشي على صحتي والحمد لله، هذا كل شيء كل هذا بفضل ربنا. كواي الحمد لله طلع احلى من اول. استجابتك للعلاج بتكون اسهل واحسن كل ما كانت نفسيتك احسن في العلاج. بحب احكي لهم انه الحياة ما بتوقف عند المرض، بالعكس بتبلش. لا احد يصدق ان سارة بابتسامتها المشرقة هزمت بارادتها وقوة عزيمتها عدوا شرسا. كثيرون وقفوا حياله عاجزين. ولين الرقيقة ابنة العشر سنوات هزمت هي ايضا العدو ذاته. صحيح انها كانت صغيرة ولا تتذكر التفاصيل، بيد انها تعرفت على عدوها على قاعدة اعرف عدوك تنتصر عليه. طبعا لما عملت العملية كان عمري تقريبا سنة ونص، ما كنت بعرف اشي، ما كنت واعي اصلا عشان اعرف. فأهلي حكوا لي إنه أنا كنت مريضة وكنت يعني أتعالج بمستشفى الحسين للسرطان. فالمتبرع اللي هو جدي، المرض اللي كان معي مايلوفايبروسيس. طبعاً أنا ما بعرف إنه أصلاً معي أصابة سرطان، ما بعرف شو أصلاً شو يعني سرطان. فأني كنت أسمع سرطان أشياء زي هيك، بس أنا ما أفهم شو يعني هذا المرض. بعدين بعد شهر بابا والدكتور حكوا إنه لازم إنه يحكوا لي في معك مرض سرطان وهيك. فحكوا لي انه اجي معك سارة مرض سرطان هيك. اول شيء انا زعلت شوي صغيره، بعدين خبرت الموضوع وصار يعني مرض عادي زي اي مرض عادي. المنتصرون على السرطان او الناجون منه كثر، لكن لانه مرض خطير فان الناس غالبا ما يتذكرون غير الناجين منه. فهل هناك في الحقيقة ناجون أم أن الأمر مجرد مصادفات ليس لها قيمة مقابل ما حصد هذا المرض من أرواح؟ مرض السرطان حقيقة هو مرض شديد الخطورة، لكن عملية التعامل معه وعلاجه قد تطورت في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا ومذهلا، بحيث بتنا نتعامل مع مرض السرطان كمرض مزمن لا كمرض قاتل بالضرورة. إحنا بسرطان الأطفال نحكي عن نسب شفاء تصل إلى 75%. بلا شك كمان السرطان بشكل عام الآن صار يمكن علاجه والشفاء منه، بس الأمر بتحدد بعوامل أهمها الكشف المبكر عن السرطان، التعامل مع الأعراض المبكرة للسرطان بالشكل المناسب بالوقت المناسب، تشخيص المريض بالطريقة المناسبة وبدء العلاج في المكان المناسب. أحمد شاب جميل المحيا يغرف من مباهج الدنيا ما شاء له أن يغرف، ومصطفى ذو الابتسامة العذبة أمامه مستقبل واعد ينتظره. هما أيضا ناجيان من السرطان، غير أن لكل منهما حكايته مع المرض. خلصت علاج السرطان سنة 2010. هاي الغرفة كانت أول غرفة بدخلها، وكان وجه خير علي هاي الغرفة لأنه أعطتني أمل كثير في الحياة. بلشت العلاج وأنا كلي تفاؤل، كان عندي هدف إيجابي. دخلت السرطان وأنا مش خايف، كان عندي أمل بأنه بدي أخلص مراحل كثير في حياتي، فكان الهدف الأولي لأنه أخلص السرطان عشان أكمل حياتي. أول مثلا ما تلقيت خبر أنه يعني صار مثلا معي مرض السرطان، تخيل يعني انه مثلا انه المرض هذا معناته انه خلص بدايه الموت، انه معي لوكيميا في الدم. لما بلشت شغله العلاج هون تغيرت نفسيتي، تحسنت للاحسن يعني. بس اقدم مواد التوجيه ان شاء الله باذن الله بتطلع على النمسا في اليوبن. الكبار يصابون كالصغار بالسرطان ويتعافون منه ايضا، ولان تجربه الاصابه بهذا المرض والشفاء منه تحمل في طياتها معان عظيمه ودروسا قيمه، فان الناجين غالبا ما يخرجون من التجربه حكماء يشيعون الدفء في وسطهم. وبتجربه مهمه في حياتهم تعطي معنى للحياه، الانسان بيصير ينظر الى الحياه بنظره اخرى. فالناجين من السرطان بشكل عام ربنا بيعطيهم الحكمة
والصبر والقدرة على مساعدة الآخرين كمان، فبالتالي هم بيكونوا أعضاء مميزين في المجتمع وفي عائلاتهم. فانضميت لمجلس المدرسة وصرت أعطي محاضرات، طلبت من الإدارة أعطي محاضرات للطالبات الصف العاشر بالتوجيهي، عشان أقولهم إنه مرض السرطان مش مرض مخوف زي أي مرض تاني. كنت لما أسمع جارة أي حد من جيراني أسمع إنه عنده مثلاً مصاب حديثاً أروح أحكي معه، إذا في كان أمل إنه في ناس كانت ترفض العلاج كلياً، لا إحنا ما معنا ما بدنا نتعالج خلص، يعني يرضوا بالأمر الواقع. فكنت أشجعهم، الحمد لله كتير كنت أنبسط إنه حكي لهم أو تشجيعهم كان يجيب نتيجة. طوعت بالعمل التطوعي مركز مجموعة، انضميت لمجموعة سند. مجموعة سند هي عبارة عن مجموعة سيدات أصبنا بسرطان الثدي وأخذوا العلاج والحمد لله تماثلوا للشفاء. إحنا مجموعتنا بندعم المريضات الجداد، بنحكي لهم عن تجربتنا وإذا في أسئلة عندهم يعني بنرد عليها. طوعت مع مجموعة اسمها مجموعة سند. إحنا مجموعة سند عبارة عن مجموعة من سيدات كنا ناجيات من سرطان الثدي تبعين للعمل الاجتماعي لمركز الحسين للسرطان. إحنا بننزل على كل سيدة فينا بتنزل على المركز مرة بالأسبوع، بتشوف السيدات بعيادات الكيماوي هلأ عم بتلقوا علاجهم، بنقعد معهم بنحكي معهم. حكايات الناجين من السرطان واحدة، غير أنها تختلف بالتفاصيل ولا سيما حينما يتعلق الأمر بخصوصيات المرء كشعر المرأة أو بعض رموز جمالها والمعاناة جراء الشعور بفقدان شيء عزيز إلى قلبك. أكثر سؤال بيسألوا الستات إنه هو عن الشعر، عن نزول الشعر، إنه أنت نزل شعرك وبعد ما نزل شعرك بعد ما خلصت الكيماوي طلع، طب طلع زي أول كيف؟ فهذا يعني نزول الشعر هو كتير 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 بضايق الست. أنا الحمد لله الله كان بعت لي زوج داعم لإلي بمختلف المراحل من وقت ما تشخصت بسرطان الثدي لحتى ما خلصت علاجي. مكان العلاج يصبح للناجي من السرطان حميما بشكل لافت، فبرغم أن بعض الناجين يتذكرون رحلتهم الصعبة مع العلاج إلا أن احتضان المكان ومن فيه لمريض السرطان وبث العزيمة في أوصاله يصنع علاقة من نوع مختلف مع المكان. نحن نقدم لهؤلاء المرضى في مركز الحسين للسرطان معالجة شمولية منذ التشخيص حتى يمن الله على المرضى بالشفاء. مركز الحسين للسرطان وهو عبارة عن مركز متكامل، يعني أي حدا بيحب علاج نفسي موجود، علاج طبيعي موجود، علاج تغذية موجود. الدكاترة والله والممرضات كلهم والله رفعوا المعنويات، ولما عملت الكيماوي وإيش وحتى الشعر وكله هيك، فكانوا يجوا متطوعين يعني يعطونا الأمل بالحياة. عناصر التفوق والانتصار على السرطان كثيرة، لكن إيمان المريض بالشفاء والدعم الأسري لهما النصيب الأكبر في معادلة الشفاء من المرض. في عوامل أخرى كثيرة بتحدد شفاء المريض، عامل النفسي عامل مهم جدا، الدعم الأسري، تقبل المريض العلاج ورغبته في الشفاء وفي خوض التحدي. من هذه النقطة بدأت علاقتنا مع مرض سرطان الدم. بنتي طبعا انصابت بهذا المرض سنة 2011. دخلنا في هذه التجربة اللي هي فيها كانت فيها صعوبة شيء أكيد، لكن الحمد لله رب العالمين تجاوزناها بقوة الإيمان بالتماسك مع بعض كعائلة. هاي حفيدتي بنت بنتي، فكان عندها تليف في النخاع العظمي واكتشفوه في مركز الحسين بعد ما أخذوا خزعة عملوا لها زراعة. كان صعوبة كجدها إنه أطابق معها، فبالفحص ثبت إني أنا بطابقها 100%. الشفاء من السرطان أصبح اليوم مألوفاً، والالتقاء مع ناجين كثر شيء طبيعي، وما على المجتمع إلا تقبل هذه الحقيقة وقبول الناجين بأريحية ليستعيدوا مكانتهم الاجتماعية والاندماج في العمل من جديد. وأما المصابين فإن علينا أن نردد دائماً قول لين: اعرف عدوك تنتصر عليه.